احنا لسه مكملين مع حضراتكم وبرده حدثنا عن فيروس كورونا لم ينتهي بعد. كل يوم والتاني فيروس كورونا هي بيفاجئنا بامر جديد. جت فتره كده علينا قلنا انه الفيروس بيخلص من العالم او مش بيخلص من العالم، ابتدينا نتعايش معاه ولقينا ليه اللقاحات وبقينا عارفين نتعامل مع الجائحه، لكن كل فتره بيظهر لينا متحور، ومؤخرا ظهر لينا اوميكرون ولسه ما خلصناش منه. طلعت منظمه الصحه العالميه امبارح وفكرتنا تاني انه متوقع ظهور متحورات جديده. طيب وبعدين هل هنفضل عايشين على هذا الوضع كتير؟ امتى ممكن نقدر نعيش هنرجع نعيش حياتنا الطبيعيه زي زمان؟ خلينا نعرف كده اجابات على كل هذه الاسئله من دكتور محمد رحيم الباحث في علم الفيروسات بكليه الطب وعلوم الحياه بجامعه لانكستر في المملكه المتحده. صباح الخير يا دكتور واهلا بيك. صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا، صباح الخير بحضراتكم جميعا، صباح الخير على الساده المشاهدين، اهلا بيك. طيب دكتور، الفيروسات بشكل عام من خصائصها انها كل يوم او كل ماده بيكون ليها متحور جديد. المتحور عشان يكون موجود لازم يكون في شخص او يكون في عالم بيعيش فيه الفيروس. سؤال حضرتك يا فندم، كورونا كل يوم بيكون، مش كل يوم، في كل فتره بيكون في متحور جديد بنعتقد ان احنا سيطرنا عليه، توقعاتنا بتفشل وبنرجع تاني، مش هقول مربع الصفر لا قدر الله، ولكن هقول بنرجع لورا خطوات. طيب عشان بس نبين الامور من الاول، او ليه منظمه الصحه العالميه اعلنت امبارح امس بخصوص الاوميكرون؟ طبعا في خلال الاوميكرون ظهر في نوفمبر 2021، بعد كده في تقصي للفيروسات او الانتشار، بدا انتشار الفيروس، الفيروس ظهر في جنوب افريقيا وبتسوانا وبعض الدول الافريقيه ثم بدا ينتشر. منظمه الصحه العالميه امبارح اعلنا، او في البورد ساينتفك بورد اعلن، لان في ثلاث متحولات سب فاريانت من الاوميكرون. الاوميكرون نفسه انقسم الى ثلاث اقسام او ثلاث مجموعات نسميهم بي اي 1 بي اي 2 بي اي 3. دي اول قلق من منظمه الصحه العالميه او اول حاجه حصلت. الكلام دوت اعلنوا او موجود اوريدي، اعلن عنه امبارح. الحاجه الثانيه اللي في دوله قبرص تم الاعلان عن فيروس جديد اسمه الدلتا كرون. الدلتا كرون هو فيروس ميكس من الدلتا ومن الاوميكرون، وعشان كده العالم او الناس او منظمه الصحه العالميه متخوفه من مدى انتشار هذه الفيروسات. طيب دكتور رحيم، يعني في الوقت اللي ظهر فيه التزاوج ما بين المتحورين دلتا واوميكرون وظهور الدلتا كرون في دولة قبرص، هناك من الناحية الأخرى بعض من العلماء توقعوا أن بظهور متحور اوميكرون سريع الانتشار ضعيف الأعراض تكون دي خطوة أولى في بداية، مش عايز اقول انتهاء لانه لن ينتهي، بس ان يكون فيروس كورونا شيء بيتعايش يعني البني ادمين معاه، لان خلاص هيبقى فيه نوع من اشكال الهيرد اميونيتي او المناعه المجتمعيه، عشان هينتشر في عدد كبير من الناس فهيشكلوا مناعه، وان الفتره اللي جايه المتحورات هتكون اضعف حتى وان كان انتشارها اكبر، وده اللي خلى بعض الدول زي اسبانيا مثلا تقرر ان التعامل مع فيروس كورونا هيكون شبه التعامل مع الانفلونزا الموسميه. طيب هي اسبانيا وانجلترا امبارح اعلنت نفس الكلام، رفع القيود بشكل تماما، انما في جدل شديد جدا في الدول ديت بسبب رفع القيود، لان لازم نبقى عارفين ايه اسباب ظهور المتحورات. اسباب ظهور المتحورات بطء في التحصين في بعض الاماكن او عدم استجابه الناس للتحصين او الفاكسينيشن، وبالتالي لو تابعنا او تتبعنا معظم المتحورات اللي هي ظهرت في الدول الاقل تحصينا او اقل اعداد في التحصينات. لو احنا عشان كده الفاريانت دايما او بنقول دايما الفيروس ليه طريقه للتعايش مع اللقاحات دي، بطء اللقاحات وعدم استجابه الناس وعدم واختلاط الناس بشكل مباشر بيخلي الفيروسات تتاقلم او تتعايش وتهرب من المناعه. بالتالي لو احنا شفنا الدلتا مثلا كان بيتقصر الفيروس بشكل كبير في الرئه. بعد كده الاوميكرون بالرغم اللي هو شده الاعراض وتحته اقل، انما هو بيتقاصر في القصبه الهوائيه، ولكن انتشاره اسرع وبيعمل سبريدنج بشكل اكبر لعدد اكبر من الناس، فبالتالي فرصه انتشاره من الناس في الوقت الحالي هو منخفض الاعراض، ولكن مع ظهور السب فاريانت البي اي 2 سيف في بعض الدول الاوروبيه مثلا دلوقتي ومنهم انجلترا واسبانيا واستراليا وكندا، لا في بيعمل مشاكل
وبيعمل مشاكل في الفئة الأقل عمرا. بالتالي في بعض رفع القيود عن الدول ديت أو في بعض الأماكن دي، ولكن ما زال الديبيت كبير جدا، نظرا لأن مع انتشار الفيروسات بيزيد فرصة الاختلاط وبيزيد فرصة اللي هو رفع القيود، بالتالي ده هيساعد في انتشار الفيروس وظهور متحورات جديدة، لأن طيب مجموعة الكورونا دكتور في النقطة دي تحديدا خلينا نستوضح بس نقطة مع حضرتك. يعني احنا شايفين دلوقتي أوميكرون بالفعل سرعة انتشار، ولكن يعني حدة الأعراض أقل بكثير. هل ممكن نرى في المستقبل يعني لا قدر الله متحور آخر لديه نفس سرعة الانتشار ولكن حدة الأعراض تكون أقوى؟ في البريدكشن او في علم المناعه ما حدش يقدر يعرف. يعني هقول لحضرتك حاجه، ودي كانت المفاجاه بالنسبه لنا في اثناء تتبع الكورونا او السارس كوفيد 2، الفيروس نفسه لما تتبعناه لقينا الفيروس موجود في الخفافيش وبعض الحيوانات زي البنجولين من سنه 2010، والفيروس ما زال موجود، قعد موجود في الحيوانات من سنه 2010 الى 2018 2019 الى حاله ظهوره. فبالتالي مع وجود الفيروس وانتشاره ممكن ما بنقدرش نعمل له ديتكشن بشكل واضح او ما بنقدرش نتتبعه بشكل واضح، انما الفيروس متعايش معانا وموجود معانا. هل الفيروس في المستقبل هيحصل كده اذا لم نتتبع؟ ما زلنا نقول برضه، لان زي ما بقول لحضرتك يعني اخر دراسه من الاسبوع اللي فات كنا يعني عاملينها بالنسبه للتباعد الاجتماعي، متر الفيروس قادر على الانتشار من انسان لانسان من متر ل 250 سنتي. يعني متر و250 سنتي الفيروس يقدر ينتشر من انسان لانسان. ولما اثبتنا الدراسات لان لا اللي مينيمم اقل مسافه 3 اقدام اللي الفيروس ما يقدرش ينتشر من انسان لانسان، مع شرط وجود الماسك. طب ولو ما فيش ماسك سي مثلا، لا الفيروس يبقى ينتشر لازم 6 اقدام تباعد اجتماعي. تباعد او اختلاط الفيروسات بين الاشخاص المحصنه والغير محصنه ده اللي بيدينا فرصه لظهور فيروسات جديده ومتحورات جديده. هل هيحصل بعد كده اختلاط التخوف او الاوميكرون او منظمه الصحه العالميه؟ لان الاوميكرون لما تتبعناه اصلا نفسه لقينا اللي هو جاي اوريجينالي من بعض الحيوانات كمان. فاذا في سيري او في نظريه اللي الاوميكرون نفسه موجود في بعض الحيوانات، وده بالتالي منظمه الصحه العالميه اوصت اللي احنا لازم نحط في الاعتبار تحصين كمان الحيوانات المخالطه للانسان زي البيت انيمالز. فبالتالي هي مش حته ما نقدرش نقول هو هيبقى لا ثانية واحدة، دي نقطة مهمة، عشان كان في بداية الأمر اتقال إن الحيوانات اللي في المنزل أو الباتس زي القطط والكلاب ما بتنقلش الفيروس، دلوقتي مع الأوميكرون في احتمالية إن يكون الحيوانات بتتعدي أو بتنقل؟ اتنقل يا فندم القطط كونفيرمد 100% انفكتد، وتقدر تعدي من إنسان، تعدي من إنسان، تاخد من الإنسان وتقدر تعدي من قطه لقطه. هي تخوف مش من القطه تخوف من القطه للانسان تقدر تعدي. الحاجه الثانيه اللي كونفيرمد الشهر اللي فات، بعض الكلاب بتقدر تعدي، وبعض الحيوانات البريه منها الفوكس الذئاب ومنها النزلان ومنها الزو انيمالز كمان التايجرز واللايونز بتقدر تعدي. بيبان عليهم اعراض ولا بيكونوا سايلنت كاريرز حاملين فقط؟ لا المعظم البيت انيمالز او الزو انيمالز بيبان عليها اعراض، البيتس للاسف ما بيبانش عليها اعراض. لان البيتس نقطة بقى تانية كمان هامة يمكن كنا اغفلناها بشكل كبير، فكرة ان الحيوانات بتنقل الامراض او اصلا بيتم اصابتها زي ما حضرتك قلت بينهم وبين بعض، فدي نقطة هامة تانية طبعا محتاجين نتكلم فيها اكتر، لكن للاسف يعني وقتنا بينتهي يا فندم. نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد رحايم الباحث في علم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكاستر في المملكة المتحدة.